مصاري. اهلين بيب، كيفك؟ كيفك؟ طمنيني، كيف الفحص؟ كثير منيحة. نجحتي؟ يس اوف كورس. انا تالا بنت ابو جميل، لك انا بتليفون من بابي صغير بيمشي الحال. ولك يقبرني تالا ويقبرني البابي تبع تالا. ايه وبهالمناسبة وين حابة يعني اعزمك مشان نتغدى؟ طريق المطار، شو رأيك؟ اوف صار لعيونك. دخلك في حدا غيرك نجاح؟ هو ما حدا كتير مهم يعني، لأنه ما عندهم واسطات مثلي، بس في وحدة اسمها نغم نشحت، مع أنه أبوها فقير كتير. أوف، شلون هيك صار؟ هلأ هي شاطرة معدلة منيح، وقال شو؟ طريقة تقديمها أثناء التيست قنعت المخرج. ولك يا دخيلك، شو بيهمنا؟ المهم أنا حبيبتي رح تصير مذيعة عن قريب، مزبوط؟ بكل تواضع. إيه؟ لك يبرني كسمك، يلا فوتي فوتي نروح. ويلي مثل موجودين يا الله، ما كان يخلص المسلسل. لك يا سكتي، كان بدي يطلع المسلسل كنت تسكتينا، ما تخلي حدا يحكي. هلا لانه بدها تطلع نغم. ايه طبعا بدي اشوف بنتي. لك ان شاء الله بتقبر قلبي، والله لاشوف حالي بالحاره، لامشي مثل الطاووس لجاكيت وقاسي وابصياح وامشي بين المحلات واقول لهم هي بنتي. ها ليك طلعي. دائما شايفه حالها، وهذا بيصير وهذا ما بيصير، وبابي ومامي يقرف عمرك، انت وابوك وامك. وانت ليش حاسبه عليك وحده؟ خلص قلع. لك يا اخي مو قصه حاسبه علي وحده، بس انا داخل ايه انتخر عظمي، مليت من النسوان كله خيو، بالاخير النسوان كلياتهم مثل بعضهم. يسعد ربك، بلشت تاخذ برايي يا اخي. ما شايفني انا ادمان على الساعه اللي جوزت فيها، قسما بالله حاسس حالي مثل الغنم داشر هيك طول النهار. بس لك الصراحه، المذيعة اللي طلعت قبل تالا اسمها نغم، حكيت لي عليها تالا. وليش وحدة، وليش وحدة، أكابرية. لك أكابرية، حضور، لطافة، أناقة. معلم قالت لي إنه هي البنت فقيرة بس جاذبية هائلة. على مو هي تالا ليه؟ شو ما رح تتربى، ما رح تتربى خلاص. يا أخي عم نحكي لك الوضع يعني. كمل تفضل. المهم وين طفينا التلفزيون؟ لك ليش طفيته؟ ما بدي اشوف حدا، لا كليب ولا مسلسل ولا دعايه. دقبر قلبي، بدي صورتها هيك تتم ببالي. الله يحميها، شفت الشطاره والذكاء؟ لك مثل النقطه بالمصحف. الله يرضى عليها، الحمد لله الحمد لله، مثل ما زرعنا حصدنا. الحمد لله. الله يرضى عليها، قومي اعملي لك لقمه، قومي. لف لك زعتر؟ زعتر زعتر، وكاسه شاي يرضى عليكي. الله يرضى عليكي. بيبي شفتني شو كنت طالع حلو على الشاشة؟ خذ العقل. اي والله تاخذي العقل، حلوة كتير كنتي طالعة. ايه كمان هي البنت نغم كانت طالعة كمان حلوة كتير. مين نغم؟ هي بنت المعمرجي؟ لا بنت المعمرجي، بنت الطورنجي، هذا الكلام ما بهم. البنت كانت طالعة والله مثل الملاك. انت حاسس على حالك شو عم تحكي سيد مراد؟ في واحد بالعالم بيتغزل قدام حبيبته بهي الطريقة؟ شو بك يا حبيبتي؟ على اساس ما بتعرفيني، انا زلمه دغري بحكي اللي علي وبحكي اللي الي. بس هي اهانه لإلي يا سيد مراد، وانا ما بسمح لك بهالشيء. والله تسمحي لي ما بتسمحي لي، على كيفك، انت حره. عجبك اهلا وسهلا ومرحبا، وبحطك على عيني وراسي. ما عجبك ليكي خرطي راسك بشي حيط. بسيطه. اخ منيح طلعت منا ما طلعت مني سيدي. الو. مرحبا يا اجمل من رأت عيني من حضور وجاذبيه وكاريزما. مين معي؟ ولو معك مراد موسى، خريج تجاره واقتصاد، وعندي شركه استيراد وتصدير. بس انا من جديد صرت عم تابعك، وبدي اقول لك انه فشلوا بنات اوروبا بحضورك بجاذبية تبعيتك، فعلا شيء أخاز. ما شاء الله عليك يا سنة، شيء بياخذ العقل. ايه سيد مراد، والله بدي اعتذر منك، انا مالي فاضيه لهالحكي هلا. بيطلع لك بيطلع لك تشوفي حالك علينا مبدئيا. ها مبدئياً
واعتذرت منه وقلت له مالي فاضية وسكرت الخط. طيب هدي علي شوي بابا، قلتي لي اسمه مراد موسى؟ ايه مراد موسى، شو اسم ابوه؟ بتعرفي شيء؟ طبعا لا. اب نغم بشو عم تفكر؟ لك في تاجر بناء كتير ضخم ببيع مواد بناء وعزل، اسم بهالبلد كبير، اسمه سهيل موسى، بيقولوا له أب مراد، ليكون هو يعني ما بعرف. معقول؟ ايه والله بتكون فتحت لنا طاقة القدر. ليك ما أحلاها أمي، فورا زوجتنا. لك أنت وين سرحتي؟ آه وين سرحتي؟ نحن وين وهي العالم وين؟ لك آخ منك أنت. بنتي ما بتعرفي وين النصيب؟ أمانتك أمانتك ابعتي له رسالة تحركي شي لهذا الشاب. ما فشل هو واللي أكبر منه أمي. إن شاء الله بتقبري قلبي. ألو. يسعد لي أوقاتك. أنا الشاب اللي حكيت معك من يومين، تذكرتيني؟ عرفتك. تسمعي بقصة يقظة العاشق؟ أنا حرفياً هيك صار معي، يعني جيت لنام وما قدرت لأنه وشي ما فارقني ولا ثانية وحدة. أو بشو بقدر أخدمك؟ أنا عم بتصل لقلك كرمال الله بعد يعني. بالله شو؟ وشو خصني أنا؟ مرة في شاعر معروف سافر على بلد أوروبي وكان كثير مشتاق لحبيبته، فبعت له رسالة قال له فيها: كفي عن نثر ملامح وجهك على أوجه المارة. على وجوه المارة الذين أصادفهم. أستاذ مراد. الله أكبر، حفظتي اسمي؟ معناتها تارك أثر منيح. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب خليني كفي كلامي. مراد الموسى بشحمه ولحمه وناطر هاي اللحظة من زمان. هلا أنت شو قصتك؟ عشقان وعام بالهوى وما حدا سمع بيه. سلامة قلبك. سلامة قلبي بإيدك وبقرارك ورهن إشارتك. ليك يا سيد مراد، إذا فكرك تضحك علي بهدول الحركات وهدول الحكيات بتكون كتير غلطان. أنا مالي مثل أي بنت عرفتها بحياتك. حلو كتير، مشان هيك عم بلحقك من قرني لقرني لأتعرف عليك وأقول لك كيف يعني بدها تصير الطريق التخاطر. بيت أهلي موجود جوا، مين ما سألت عن بيت المذيعة نغم بيدلوك. والنعم منك ومن أهلك. خاطرك. اليوم المسا جايين أنا وأهلي لعندك. جهزي حالك. ها والله ما بعرف شو بدي لك يا أم نغم. بتعرفي ما عم سدي؟ لك هذا أبوه للولد يلي خطب البنت تبعنا، هذا أكبر تاجر بكل سوريا، عنده مقاولات وتعهدات شي بخوف. لك أنا إذا بدي شوفه بدي شهرين ما بصله. شوفي سبحان الله شلون فتلت الدنيا وإجا خطب البنت. أيوه ليش لحتى ما يخطبها؟ أنت سمعتك مثل المسك، ما سمعته شو قال لك؟ قال بيشرفني إني ناسبك. الحمد لله نحن سمعتنا طيبة ومنشرف العالم كله. ألف الحمد لله. الله يطول بعمرك يا نغم. الله يرضى عليك. آمين. لا 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 قسما بالله أنا ما عم بستوعب يا أخي، معلش اسمح لي ولا تزعل مني. أنت واحد غشيم ومجنون بنفس الوقت. ليش لك يا أخي؟ ليه؟ وين المشكلة؟ يعني أخذت أهلي ورحت خطبتها للبنت؟ يا أخي ما هي المشكلة يعني، بس أنت بتحبها لهي البنت؟ هي بحبها طبعا. شلون بتحبها؟ شلون بتحبها؟ لسه ما حكيتوا كلمتين على بعض، ضحكت عليك وقالت لك هي بيت أهلي تفضل اطلبني. لا حبيبي مو هيك، هذا دليل إنه البنت مؤدبة ومرباية ومو مو مو تبع حركات هيك ولا هيك، فمشان هيك أنا هذا الشيء حبيته كتير فيها وتحمست ورحت بعثت أهلي.
ايه اكثر اكثر تسرع اكثر والله لا تندم والله لك لا بس لسه ما يعني في مفاجاه تانية اذا بدك امتى عرسكم الشهر الجاي لا 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 انت جنيت على الاخر حبيبي والله ما في داعي كل يوم تعذب حالك مشان توصلني على شغلي خلص بصير اخذ تاكسي طيب ممكن تعمليني شوفير التاكسي اللي رح تشوفيه كل يوم ووصلك على البيت لك تقبر قلبي ما احلى حكياتك بتعرفي انه انا مالي مصدق يمرق هذا الاسبوع مشان الاسبوع الجاي نكون متجوزين خلاص بدك شيء بسلامة قلبي يا ويلي ما اجمل وين يا مهو؟ صباح الخير حبيبي يا صباح الخيرات على شغلي الشغل ايه والله صح 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 نحن خلصنا شهر العسل ورجعنا على الشغل ايه بلا هاي نروح على هالدار ليش يا قلبي؟ يعني قلت لحالي بترجع تلبسي هالبيجامة وبنقعد على عندكم ونشرب فنجان قهوة على رواق وبنتحدث اكيد رح نساوي هذا الشيء بس لما ارجع من شغلي لا لا أنا عم بقول لك هذا الكلام وأنا ما عم بمزح أنا ما عم بديك تروحي على شغلك أي شيء رح تقولي بفهم هو حقك بدك تقولي لي تعبت درست تخرجت أنا واحدة من أحسن مذيعات الأخبار بقول لك صح أبي الفقير تعتر كرمال يدرسني بقول لك صح بس أنت هلا متجوزة مراد الموسى تشتغلي مشان المصاري مالك مضطرة في مصاري كتير هلا إذا بدك تقولي لي بدي أشتغل كرمال طموحي ومستقبلي بقول لك حقك رح تسأليني ليش ما بدك يعني أشتغل مو قلة ثقة فيكي على فكرة أنا بعرفك كتير منيح وبعرف منبتك أنتي مرة بمية رجال بس كلياتنا بنعرف جو الشغل ناس بتخبط ببعضها عجقة فايتين وطالعين واعتبريني أنا بخاف عليكي يا ستي مو تعتبريني أنا بخاف عليكي وبغار عليكي وما بيهون علي الهوى يدق بشعراتك مشان هيك لقيت لك معادلة بتنصفك وبتريحني جبت لك عقود مع ثلاث محطات خارجية بس مو كمذيعة كمعدة كمحررة وبتشتغلي هون بالبيت بس شغلة المذيعة بلا فكري منيح وتأكدي انه هذا الشيء رح يريحني بالاخير انا بحبك